ممتاز ممتاز جدا. جدا. ده ده معناه معناه من من كلامك كلامك ده كده ان خلاص خلاص تقريبا تقريبا كل كل المجالات المجالات بقى بقى تواكب تواكب فيها فيها بشكل بشكل كبير كبير جدا. جدا. موضوع موضوع الارتفيشال الارتفيشال انتليجنس انتليجنس او والذكاء الذكاء الصناعي الصناعي بقى بقى فيه فيه تطبيقات تطبيقات كتير كتير جدا جدا تقريبا تقريبا بتخدم بتخدم جميع جميع القطاعات. القطاعات. مما مما لا لا شك شك فيه فيه يا يا مهندس مهندس عمر عمر وانت وانت سيد سيد العارفين العارفين يعني يعني ان ان اي اي حاجه حاجه طالما طالما هي هي لسه لسه جديده جديده وطالما وطالما هي هي في في بدايتها بدايتها اكيد اكيد بتواجه بتواجه مجموعه مجموعه من من التحديات التحديات وبتواجه وبتواجه مجموعه مجموعه من من المشاكل. المشاكل. انا انا النهارده النهارده لو لو عايز عايز استارت استارت اب اب مثلا مثلا في في حاجه حاجه زي زي كده كده او او ابدا ابدا اطبق اطبق الكلام الكلام ده ده بشكل بشكل عملي عملي في في شغلي شغلي مثلا مثلا او او في في المجال المجال اللي اللي انا انا بشتغل بشتغل فيه. فيه. ايا ايا كان كان المجال المجال اللي اللي انا انا بشتغل بشتغل فيه فيه اكيد اكيد هتواجهني هتواجهني مجموعه مجموعه من من التحديات. التحديات. من من وجهه وجهه نظرك نظرك الراجل الراجل بيشتغل بيشتغل في في المجال المجال ده ده عن عن قرب قرب وبدا وبدا بالفعل بالفعل يطبق يطبق هذه هذه الابلكيشنز الابلكيشنز على على نطاق نطاق عمله. عمله. ايه ايه هي هي اهم اهم التحديات التحديات اللي اللي ممكن ممكن تواجهني تواجهني انا انا او او تواجه تواجه اي اي حد حد في في اي اي مجال مجال كان كان لو لو عاوز عاوز يبدا يبدا في في مجال مجال الذكاء الذكاء الاصطناعي الاصطناعي وتطبيقات وتطبيقات الذكاء الذكاء الصناعي الصناعي في في الشركه الشركه بتاعته؟ بتاعته؟ ايه ايه هي هي التحديات التحديات اللي اللي ممكن ممكن يواجهها؟ يواجهها؟ طيب، هو في تحديات كتيره جدا، بعضهم خلاص خلص. يعني كان في تحدي ان انا محتاج جهاز عملاق وسوبر ولازم يكون دلوقتي ممكن اي موبايل صغير بسيط خالص يبدا ان هو يشتغل على الذكاء الاصطناعي لان التطبيقات بتاعته بقت متاحه. لكن هي اكبر تحدي وده اللي ممكن يعمل مشاكل كتيره جدا، اتنين. اول حاجه الكلام المبالغ فيه من الناس اللي هم يوتيوبر او ان هو راجل بيشرح الذكاء الاصطناعي فيعمل مبالغات او ما يتكلمش بصيغه حقيقيه، يعني حسسني ان الذكاء الاصطناعي دوت هسطبه هيحل لي كل المشاكل. زي مثلا ما حصل قبل كده، شركه من الشركات كنت رحت عشان ابدا شغل فيها، ويعني ايه المفروض لسه اقابل مدير، فشغلت فيديو كده تعليمي ودخلت المدير وخرجت الناس ما تعرفش ايه هو البيم، بس لقيت ان انا سايب الفيديو وما معرفش ان ده فيديو، فاكرين ان ده الكمبيوتر، وشايفين الماوس بيتحرك وشايفين المبنى بيتبني وحوائط بتتبني. فهو قال لك بس يبقى البيم ده هيبني نفسه بنفسه، انت بس بتدوس على زرار وتروح تتغدى تيجي تلاقي لك عمل الشغل كله. تمام، فهي دي الفكره، ان بتلاقي ناس كتيره بتتكلم ان الذكاء الاصطناعي دوت هو برنامج بتدوس عليه ويبدا ان هو يحل لك كل حاجه. انا بتلاقي كده، يعني خش حالا على اليوتيوب هتلاقي ازاي احقق مليون دولار من خلال الذكاء الاصطناعي، هتلاقي بقى يقول لك تعمل موقع كذا وتعمل موقع كذا وتعمل فيديوهات كذا وحاجات. لو الراجل ده كان بيكسب مليون دولار صدقني مش هيبقى فاضي ان هو يعمل لك فيديو. دي حاجه انا واثق منها. صح، فهي دي عندك المشكله، ان هو بيحسسك الموضوع سهل جدا. لا، الموضوع انا مثلا لو حبيت ان انا استخدم الذكاء الاصطناعي في اداره المشاريع عمري ما هوصل، حتى لو كنت شاطر في الذكاء الاصطناعي زي المهندس وليد، لان المهندس وليد لما يسال سؤال عارف يسال في ايه وعارف يجيب في ايه في اداره المشاريع، هيقول له مثلا المشكله الفلانيه كذا كذا، هيعرف يوصف المشكله بشكل كويس فيقدر يجيب النتيجه بشكل كويس. فانا مثلا لو واحد محاسب والراجل شاطر جدا في المحاسبه واحنا الاثنين عايزين نعمل معادله حسابيه، هو اكيد احسن مني. يعني مش معنى كده ان الذكاء الاصطناعي هيلغي الخبرات اللي فاتت، لا، هي خبرات لسه موجوده، هي المشكله في ان احنا نكسل ونبدا ان احنا نعتمد عليه زي الاله الحاسبه. يعني في حاجات مهارات بتحصل في مخ الانسان، مهاره الحسابات، فلو واحد قال لك لا انا مش هحسب حاجه بعد كده بالاله الحاسبه، ده انا هحسبها مانيوال وبعد كده اعمل تشيك مع الاله الحاسبه واتاكد من الحساب بتاعتي، ده ممتاز. يعني هو ما لغاش التكنولوجيا وما لغاش الفكر بتاعه. مع الوقت لو كل شويه اي سؤال 2 في 2 بكام، طب هشوف الاله الحاسبه، المهاره دي هتنتهي. تمام، انا مثلا من ضمن الحاجات اللي اكتسبتها من غير ما اخد بالي ان انا بحب اتفرج على كونان، بس مفيش وقت فبشغل كونان بسرعه 2x او 3x، يعني بشغله بسرعه بحيث ان الحلقه تاخد مثلا 10 دقائق. دي مهاره، دي فعلا مهاره. زي مثلا لما تجيب واحد مثلا وتخليه يلعب فيديو جيم بقى عنده مهاره ان هو يشوف حاجه بسرعه. ففي مهارات في التفكير، المهارات في التفكير دي لو انت ما استخدمتهاش بتقف بتتلغي. لو انا كل ما سؤال يجي لي في اداره المشاريع اروح اسال الذكاء الاصطناعي واخد الاجابه كوبي بيست، هتبقى فيها مشاكل. الحاجه الثانيه ان احنا بنثق في الذكاء الاصطناعي بشكل بشع، تمام، لدرجه ان في بحث، مش هقول اسامي الناس اللي عملته ولا الجنسيات بتاعتهم، لكن هو بحث طبي متعلق بحاجات خطيره جدا، كان العقل او القلب، يعني حاجات خطيره جدا، وعدد المشاركين في البحث ده 12 واحد، 6 كاتبين و6 بيراجعوا. البحث ده اتقفش في المجله ان مكتوب كده في وسط الكلام، عفوا انا ذكاء اصطناعي ولا يمكنني الاجابه على هذا السؤال. يعني كسلوا ان هم يقروا ويستثنوا ان هم، يعني 6 بيراجعوا وقال لك لا احنا واثقين في الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الصناعي ممكن مثلا من ضمن الحاجات ان انا بخليه يرد على الايميلات بتاعتي، ودي موجوده في الجيميل جاهزه وموجوده في اغلب الحاجات دلوقتي. لو انا قلت له رد على الايميلات وما بصيتش عليها ممكن يسبب لي كارثه، يعني ممكن يقول لك ايه الاجتماع الجاي انا عايزه يوم الجمعه الساعه 12 في وقت الصلاه، فعمل لي مشكله كده. تمام، انا يوم الجمعه مثلا اجازه وفي صلاه وبتاع، فلازم انا اللي اقود. واللي قال الكلام دوت ده كان مع بدايه الذكاء الاصطناعي اللي هو كان لاعب شطرنج كيفن تقريبا، كان بيلعب اي بي ام، جهاز بتاع اي بي ام، والجهاز اتغلب عليه، فقال لك انا بعد كده عايزين نعمل تيم بين الانسان وبين الذكاء الاصطناعي، لكن اللي يقود اللي ياخد الخطوه الانسان، يعني الانسان والذكاء الاصطناعي هيسالوا بعض الخطوه الجايه ايه، لكن اللي هيحرك هو الانسان مش الذكاء الاصطناعي. انا هتشاور معاه واخد معاك، لكن انا مش هبعت ايميل من غير ما اقراه، لان في الاول في الاخر ليا انا. ممكن اقول له ايه اعمل لي عقد مثلا، عقد مع شركه، ولازم اقراه، ما هو عمل لي العقد وعمل لي حاجات انا ما كنتش واخد بالي منها. لكن اقدر قال لي لا انا هاخد في المشروع ده 20,000 والمشروع ده 2 مليون، يبقى انا كده مش هقدر اقول له دي غلطه الذكاء الاصطناعي، دي غلطتي انا. تمام، دي من ضمن المشاكل. برضو من ضمن المشاكل الهلوسه، هو ساعات بيهلوس. تمام، واخطر حاجه في الهلوسه، يعني ممكن اقول لك 100 مثال على موضوع الهلوسه دوت وهتشوفه بنفسك، لكن اخطر هلوسه كانت موجوده في القران الكريم، ان انا ممكن اقول له على مثلا انا بقول له عايز ايه كلمه من القران، فلاقيه جاب ايات مش موجوده، يقول لي مثلا الايه دي في سوره طه او سوره الكهف وانا عارف انها مش موجوده. اقول له مثلا الوضوء، فهو يقول لي اقول له المفروض نغسل لحد الكعبين، فهو بيتلخبط فيروح ممكن يعني ايه الركبتين بدل الكعبين، فلسه مش قادر يفهم ان في النصوص ما ينفعش انها تتغير او تيجي بالالفاظ او حاجات زي كده. ممكن الهلوسه تساله فيقول لك يدخل لك ان حد من صحابه في العصر الحديث والحاجات ديت. مع الوقت الهلوسه بتقل، لكن لسه في نسبه كبيره من الهلوسه. الهلوسه دي نتيجه ان هو ما بيحبوش ان هو يبقى مقيد، يعني انت ممكن تقول له ايه تقيد التزم بكل حرف موجود، ساعتها هياخد الكلام كوبي بيست زي ما هو، انما الهلوسه بيبدا يشوف ايه اقرب كلمه موجوده ويبدا يدخل الكلام ويجيب لك كلام منسق، لكن ساعات بيبقى فيه اخطاء تاريخيه واخطاء رهيبه جدا. فدي اكتر المشاكل، لكن لازم نتغلب عليها.